لقاءات ثنائية بين واشنطن وطهران بجنيف تعيد الملف النووي الإيراني إلى المشهد السياسي، حيث يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف على مدار يومين في جنيف من أجل تقييم مسار المباحثات الفنية والتقنية التي انعقدت قبيل لقاء الوزيرين، لتختتم اللقاءات الثنائية بلقاء موسع يضم المجموعة الدولية مجموعة الخمسة ذات ألمانيا بإيران الأحد القادم في جنيف. المفاوضات التجربة السرية تامة، لا نستطيع يعني التوصل إلى فحوى ما يجري بين الوزيرين جون كيري ومحمد جواد ظريف، ولكن بطبيعة الحال عندما تحضر المفاوضات إلى جنيف هناك عرف بأن هذه المفاوضات تتناول الجانب السياسي من الملف النووي الإيراني وليس الجانب التقني بشكل خاص. الجانب التقني يبحث بين الخبراء بين الجانبين، الجانب الإيراني والجانب الأمريكي ومجموعة الخمسة زائدا واحدا. المفاوضات الشائكة في جنيف بشأن أكثر الملفات الدولية تعقيدا لا زالت تسودها السرية والغموض، رغم تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المتفائلة بإمكانية إحراز تقدم إيجابي. أما الجانب الأمريكي لم يتردد في وصف المباحثات بالشائكة والصعبة، ولكنه لم ينفي إمكانية الوصول إلى اتفاق بحلول الصيف القادم. جولة المفاوضات الحالية هي واحدة من عدد كبير من الجولات التي ستجري من الآن وحتى 30 من حزيران يونيو المقبل. لن يكون هناك نتائج محددة لهذه الجولة لأن المفاوضات ستبقى سرية إلى أن يعلن انتقالها بشكل علني قبل أسابيع من نهاية المرحلة المحددة، ولكن هناك يعني كما نرى في اليومين الماضيين ضغوط كثيرة على هذه المفاوضات وتحديدا من جانب الكونغرس الأمريكي الذي بدأ يلوح بإعادة فرض عقوبات جديدة على إيران لأنها لم تلتزم ببرنامجها النووي أو لم تلتزم بتعهداتها بالبرنامج النووي، طبعا هذا بحسب رؤية الكونغرس الأمريكي، وهنا المشكلة باتت بين الإدارة الأمريكية والكونغرس. يرى المراقبون أن تمديد المجموعة الدولية لمفاوضات إيران من أجل الوصول إلى اتفاق بنهاية يونيو القادم بعد فشل مباحثات فيينا ستعطي المفاوضون مهلة زمنية للمناورات السياسية التي ربما تتبلور في تحويل الاتفاق الانتقالي الذي أبرم في جنيف في نوفمبر الماضي إلى تسوية شاملة لملف النووي الإيراني. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، جنيف.